مسيو غورمي موجود بمنطقة إميليا رومانيا بإيطاليا. رح نزور سوا معمل من أحدث معامل بارميجانو ريجانو. من أهم معطيات تصنيع البارميجانو ريجانو واستعمال الحليب الطازة والدسم من هالمنطقة. بهالتانك النحاس رح نحط الحليب، عنده شكل كون وتحت عنده شكل طابة. بهالطريقة الحليب رح يتجمع بعد الكواجوليشن، رح نقدر بعدين نقسمه بالشيب اللي نحن بدنا اياه. حليب المسا اللي بناله الدسم بينخلط مع حليب جديد، بنحط تقريبا 1200 لتر بهالبيج تانكس. بنزيد لهم الرنت، بنزيد لهم شوية حليب كمان من الليلة اللي قبل. هون بتبلش الفرمنتيشن، الحليب بينفصل. بعد تقريبا ربع ساعة بصير في كواجوليشن. بنحمل الحليب على حرارة 55 درجة. كمان مشان ربع ساعة لثلث ساعة. بنريح الحليب، بينفصل الحليب، وبعدين بصير بهالشيب اللي نحن هون شايفينه. ألف ومئتين لتر حليب انفصلوا. هلا صار عنا بول كبيرة تقريبا 100 كيلو، وفي عنا السيروم. السيروم رح نبعته لمعامل رح يعملوا فيهم بروتيين، بيطلعوا فيهم بيسكوي، أما منشان الفارماسيتيكال اندستري. وعنا هون البول اللي وزنها تقريبا 100 كيلو، رح نقصها شافتين كل واحدة 50 كيلو، اللي بعد ما تنشف رح تعطينا بارميجانو ريجانو كل واحدة وزنها بين 35 ل 38 كيلو. عم بعمل بارميجانو ريجانو كتير قاسي، ما بعرف كيف بيعملوا، بس هلا رح يكون في بارميجانو ريجانو باسمي. عم ننزل بول الجبنة بالقوالب ملفوفين بالقماش. التكنيشن هون عم بيحطوهم بهالقوالب وعم بيشدوهم. بالليل رح يبرموهم أربع مرات منشان كل الجبنة ما تجمع من جهة فقط. بيكبسوهم، عم بيحضروهم. بعد شوي لما بيصيروا بالقالب بالنهاية رح نقدر نحط لهم نمرتهم. كل قالب عنده نمرته، نمرة البارميجانو ريجانو. بعد 12 ساعة تقريبا الجبنة اللي كانت محطوطة بهالقالب البلاستيك تنقم وتنحط بقالب تاني حديد. بالقالب التاني بدنا نريحها تقريبا 48 ساعة. جوات القالب عنا هالورة البلاستيك. ورة البلاستيك فيها عدة كودات، في الكود تبع الشركة نفسها، في السانيتاري كود، في التاريخ، وفي بارميجانو ريجانو. ولكن في كمان محل فاضي بالنص، هلّي إذا كل شيء كان منيح بالبرودكشن رح يكون في عليه التومبون النهائي تبع البارميجانو ريجانو. بعد ما حطينا الجبنة بهالقالب لازم نقلبها أربع مرات باليومين. رح جرب أعمله أنا.
البارميزان بينقع بالمي المالحة 18 يوم تقريبا. البارميزان ما بيعتبر من الأجبان المالحة. فعلا الملح ما بينزيد بالحليب مثل غير أجبان. الملح عنده الفانكشن يعطي كونسرفيشن للبارميزان. نسبة الملح بالبارميزان كتير خفيفة 1.6% فقط. وإذا الملح كتير بالبارميزان يعتبر هيدا ديفو. بما انه في مي زيادة على الجبنة بنحطها بالغرفة السخنة منشان ننشفها. أنا موجود هلأ بمستودع في جواته 35 ألف آلة بارميزان، مليون كيلو بارميزان. حدة في هون آلة بعمره سنة ونص، مثل ما شايفين بالمطرح اللي قبل كان فاضي، هلأ في الستامب تبع بارميجانو ريجانو. وراي في بارميجانو ريجانو معدتا 3 سنين. نحن بآخر فيز من البروسيس. هون بيتعدى البارميجانو ريجانو عمره مينيموم 12 شهر، ولكن بيتعدى أكثر بكثير. أنا شخصياً بحبه على الـ 24 شهر، ولكن في كمان بالسوق بارميجانو 5 سنين 7 سنين و 10 سنين. مع الوقت البارميجانو ريجانو بينشف، بيغمق لونه، بيصير نكهته أطيب. بعد 12 شهر نوصل على المرحلة الأخيرة. بيجي خبير من الكونسورسيوم بارميجانو ريجانو وبيفحص كل قالب لوحده. عنده هالشكوش هيدا بهالطريقة، بيضربه على هالطاولة، بيضربه بهالمرحلة ليعرف إذا جواته مكسور أما إذا جواته في فراغ. إذا الصوت بيطلع الصوت الصحيح بيصير بارميجانو ريجانو بينطبع عليه اللوغو بارميجانو ريجانو.